انت قلت يعني النادي لما بيطلب اي حد في اي مكان بيبقى متواجد، لان ده شرف لينا. يعني انا على المستوى الشخصي ده شرف ليا ان انا اكون موجود ضمن الطاقم الفني للجهاز الفني للنادي الاهلي في اي موقع وفي اي مكان، فدي حاجه طبعا تشرفني وحاجه ما اقدرش اقول لا يعني في اي وقت. يعني زي ما انت شايف الفتره اللي فاتت كان في عدد كبير من اللعيبه اللي اتعمل له اعراض، وفي البعض الاخر بيتمرن مع الفريق الاول بياخد فرصه. في بداية المهمة لما كابتن سيد اتكلم معايا وقعد معايا هو بنفسه يعني قال لي أنا برضو حاجي أشوف المباريات وحاجيب حد من الجهاز الفني يجي يتابع، علشان برضو إذا في لعيبة مميزة تقدر برضو أنها تاخد فرصة زي زمايلها، ويقدر الجهاز الفني الفريق الأول يقدر يحكم عليهم بشكل شخصي. مفيش فريق بيلعب قصاد النادي الأهلي زي ما بيلعب قصاد أي فريق تاني في الدوري. يعني النهاردة أنت بتتكلم على فريق يعني متزايل الجدول الدوري، وقف قدامك لحد الدقيقة 93 لحد الدقيقة 94 لأنه بيلعب النادي الأهلي. فالتضيع الوقت وإهدار الفرص اللي حصل في الشوط الأول يعني عمل ضغط شوية على اللعيبة، أدى شوية أن في شوية تسرع. وأنا دايما يعني حتى كنت بقول اللعيبة في فرق أنك تلعب بسرعة وفي فرق بين التسرع. اللعيبة كانت في الشوط الثاني بتلعب بالتسرع ما بتلعبش بسرعة، عشان كده ما كانش فيه تركيز في الهجمات. وصلنا أكتر من مرة بس كان عندنا مشكلة في إنهاء الهجمة أو في اللمسة الأخيرة بسبب الضغط العصبي اللي اللعيبة حطت نفسها فيه. يعني انا حتى يمكن تعمدت بعد المباراه ان انا اللعيبه بتخش على طول على الاوضه، قعدت معاهم عملت معاهم اجتماع يعني صغير، علشان احنا بكره اجازه مش عايز اللعيبه تروح وتبقى فاهمه ان الماتش عدى كده او اللي حصل ده يعني هيمر مرور الكرام. لا، المحاضره بتاعت اللي احنا المفروض بنعملها بعد المباراه بعد اليوم الاجازه عملتها النهارده عشان اللعيبه تقدر تفهم ان الموقف اللي حصل النهارده المفروض ما يتكررش تاني. ما نقدرش ان احنا نحط نفسنا ان احنا نلعب لحد الوقت الضايع كده بالمنظر ده واحنا متعادلين مع يعني انا ما بقللش من فريق الداخليه، بس في فرق امكانيات كبيره جدا ما يسمحش ان انت تفضل قاعد للدقيقه 94 وتكسب بضرب الجزاء بالشكل ده. هي دي الحسنه الوحيده اللي كانت موجوده النهارده، الكفاح والاصرار على المكسب لاخر دقيقه. انت يمكن حتى لو لاحظت احنا النهارده يعني من كتر ما فريق الداخليه متقوقع في نص الملعب وما بيهاجمش حتى التغييرات بتاعتنا كلها تغييرات هجوميه. يعني هتلاقي من بدايه الشوط الثاني انت لعبت بديفندر واحد اللي هو عربي، ولعبت طلعت واحد نص ملعب هجوم ولعبت براسين حربه، طلعت باك رايت ونزلت جناح لعبته باك لان انت عايز تزود الناحيه الهجوميه. حتى في الفتره الاخيره لما حسيت ان يوسف علاء تعبان شويه لان هو الولد اصلا كان بيلعب وهو مجهد نزلت يعني كلها تغييرات هجوميه لان انت بتسعى للمكسب. الميزه والفايده صراحه يعني دي برده حاجه تحسب للعيبه عشان انا برده ما بقاش انا جاي عليهم في كل حاجه، لا ان في اصرار لاخر دقيقه وهم عايزين يكسبوا وعايزين يعملوا حاجه لنفسهم كويسه. اللعيبه برده انا يعني النهارده برده يعني بشكر الكابتن سيد انه فعلا انه يعني نفذ وعده، لانه وانا كنت متفق معاه واللعيبه الناس هتيجي تتفرج وهو فعلا جه اتفرج. ممكن يكون ده يعني سبب شويه ضغط على اللعيبه شويه حته اللي هي انا برضو انا عايز اثبت وجودي، انا عايز اخد فرصه زي الناس اللي موجوده فوق زي الناس اللي راحت اعراض بتلعب في الدوري الممتاز. يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ادي عذر شويه للعيبه، انما غير كده انا بقول لك انا عملت الاجتماع بتاعي ده عملته النهارده ما استنيتش لحد اليوم الاجازه، وان شاء الله الحاجات اللي يعني السلبيات اللي حصلت النهارده هنشتغل عليها الاسبوع اللي جاي كله عشان نروح المباراه ان شاء الله بتاعه الجونه نقدر ان احنا نقدر نعمل شكل افضل من كده ونتيجه افضل من كده ان شاء الله. 2000 و2001 ما انا بقول لك، ودي خلي بالك برضو دي السياسه اللي ماشي بيها القطاع من زمان، حته التصعيد ان انت النهارده لكل فريق صغير او كل لعيب بيطمع ان هو يلعب في الفريق الاكبر لحد ما توصل للفريق الاول ان شاء الله. فكون ان انت النهارده تلاقي اتنين لعيبه 2000 وفي لعيب 2001 يعني انت بتتكلم في ناس اصغر 3 سنين من المسابقه وفي واحد 4 سنين كمان، دي حاجة كويسة وحاجة برضو تتحسب للنادي وتتحسب للقطاع الناشئين ان هو برضو بيقدر يفرز لعيبة انها تقدر تلعب في مسابقة قوية زي دي. يعني النهاردة خلي بالك برضو الفريق الداخلية في لعيبة من الفريق الاول بتلعب موجودة بالظبط كده، فكون ان انت النهاردة يبقى عندك لعيب عنده 16 سنة او 17 سنة بيلعب في يعني في المستوى ده او في مستوى القوة ده ومستوى الفكر بتاع اللعيب اللي هو الاكبر منه ويقدر انه يؤدي كده، انا شايف ان دي برضو حاجه كويسه حصلت النهارده يعني.